السلام عليكم بنات، مرحبا بكم في فيديو جديد معايا اليوم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. كنت اسف بزاف على هاد الغيبه ديالي اللي صراحه طولت بزاف 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 عليكم. صراحه صعيب كأم، يعني كنت في الاول ما كنت لا عندي لا بيبي لا حتى شي حاجه، وكنت واخا من بعد ولا عندي بيبي كنت كنحطو بلاصتو يبقى بلاصتو. دابا بسلامته راني نقول لكم شرا من هادي لهادي لهادي لهادي. الوغ ما كنساليش، ما حيتي الخدمه، ما حيتي البيبي، ما حيتي لا فيديو، ما قدرتش الصراحه. ولكن راه هاد لي برودوي مع كنت وعدت انني غادي نصورهم لكم، لدرجه انا شحال من حاجه هنا تقادات ليا وعاود شريتها، وكاين شي حوايج هنا تقادوا ليا ما غاديش نعاود نشريهم. خليت الخاوي ديالهم قلت لا خاصني حتى نشاركهم معاهم على باش نرميهم. المهم البنات، هاد الفيديو هذا عباره عن جوج ديال لي مارك اللي استعملت انا، وخا فيهم واحد لا مارك اخرى عجبتني حتى هي تقدر نتوما تعجبكم. الصراحه اللي فرق ما كاينش فرق بيناتهم بزاف. المهم انا غادي نهضر لكم على هاد الفيديو ان شاء الله كله بقاو معايا حتى الاخر ان شاء الله. اول حاجه البنات، كما كتشوفوا كاينه لا مارك ديال كلوران. صراحه انا اول مره غادي ناخذ شي حاجه خديت ميستيلا، حيت كنسمع ميستيلا زوينه، ميستيلا هادي الوغ خديت ميستيلا في الاول. من بعد وليت كنقول علاش غادي نستعمل غير مارك وحده، اجي نجرب حتى كلوران. علاش؟ حيت كانت عجبتني البارفان ديالها اللي كنت خديت هي في الاول، كنت خديت غير البارفان في الاول عجبتني بزاف. قلت علاش ما ناخذش حتى لي برودوي ديالها ونستعملهم ونشوف نيت نبقى نستعمل لي من هنا ومن هنا، ومن طون نشوف شنو الفرق بيناتهم ومن هنا نشاركوا معكم. الصراحه الريحه ديالهم بجوجهم كيدلوا على بابا، يعني كتشميهم كتقولي هذه ديال البابا. بالنسبه نبداو باش نبداو بالحليب. اوكي، الحليب ديال الحليب ديال ميستيلا والحليب ديال كلوران. صراحه الحليب ديال كلوران ها نتوما البنات شوفوا شي سائل بزاف، يعني يمكن لك تمسحي به يمكن لك شي حاجه. والريحه ديالو زوينه صراحه، عندهم نفس الريحه، انا كتجيني نفس الريحه الا البارفان اللي ديال كلوران عجبتني على ميستيلا صراحه. وهذا نتوما هذا ما بقاش فيه بلاتي، هذا ها نتوما ما بقاش فيه كما قلت لكم راه تسال عليا. ها نتوما شفتوا هذا قاصح، يعني التكستور ديالو قاصحه، يعني ماشي بحال هذه سائله شويه، وهذه كتبقى يعني ككريم. بحال مثلا انا شنو نستعمل في حياتي، عندي بجوج، هذا كنت كنمسح ليه به كنقدر بحال كبيت نحيد لي شي حاجه، وبالتمام طون تكون لابو ديالو تبقى فيها البارفان، حيت هي حيت هذا الكريم هذا فيه البارفان كثير صراحه. بحال الا درتي هذا صافي ما كاينش اش دير البارفان، كيبقى في البيبي بزاف كتعطي داك ريحه النقاوه. ولا بغيت مثلا اضغطي داك مثلا في وجهه كيكونوا فيه بحال ناشف في وجهه، كيخصني ندير ليه شي كريم اللي تبقى فوق لابو وتشربها. كندير ليه هادي ككريم بحال الكريم ديالنا حنا اللي ديال الوجه وداكشي، حتى هو كريم زوين، حتى البارفان ديالو زوينه. غير هو كاينين جوج الانواع كما شفتوا، انا كانوا عطوني هادو في البارا فارماسي اللي كناخذ منها لي برودوي وداكشي، كانوا عطوني هادو دي شانتيون. ها نتوما كما كتشوفوا هذا ديال لافوكا، وهذا حليب حتى هو صراحه ما عرفتش انا، هذا ديال بونورمال. هذا والله ما عرفتش انا كنديرهم لولدي بجوجهم، ما عرفتش الصراحه شنو الفرق بيناتهم. مهم تاهما التكستور ديالهم قاصحه ونفس البارفان وانا هادو علاش باش نفعوني. كنت فاش كنبغي مثلا، حيت انا في الاول كما لاحظتوا لي فيديو اللي قبل كنت كنديرهم في هاد القريعات هادو باش نبقى كنستعملو باش ما نبقاش نهز القرعه كبيره وكلشي. الوغ فاش عطاوني هادو وليت فيما كتخوى ليا شي وحده كنعمرها نيت بهادي وكنستعملها. صراحه الريحه ديالهم زوينين كما قلت لكم. الفرق ما بينه وما بين هادو التكستور ديالو، هادي ديال ميستيلا ثقيله، وهادي خفيفه، يعني بحال كتمسحي شي حاجه، بحال انا كيجيني بحال قلت انا هذا كريم وهذا حليب.
هذا الصراحه ما عقلتش على البري ديالو، ما بقاش مكتوب عندي هنا. هذا البري ديالو 134 درهم، هادو بجوج. انا كلشي كنشرهم غير من البارا. نهضروا دابا على البارفان. صراحه البارفان بجوجهم انا نتوما بجوجهم كنستعملهم. ولا لاحظتوا هذه راه نقصت النص، هذه شويه بعدا راه ماشي بزاف. البارفان قرابين لبعضياتهم، وشكوني فيهم كتبقى اكثر من الاخرى هي كلوغان. كلوغان انا عجبتني بزاف، داكشي علاش كنستعملها ليه بزاف. وبالنسبه للجيل، الجيل ديال الشعر، اولا انا كنستعملو كشامبوان كجيل دوش ليهم. الصابونات كنت كنستعملهم فاش كان باقي بابي، كنت كنغسل ليه غير السول تحت اللي كنغسل ليه بهم. من بعد ما بقيتش كنستعملهم، وبليت كنستعمل غير هاد ليكيد باش نحيدهم عليه، حيت صراحه طولوا عندي بزاف، كنقول خصني ساليهم. حيت انا خديت جوج ديال المارك، درت غلط كبير، حتى هي ناخذ مارك وحده ونبقى عليها، ما خصنيش ناخذ جوج. فهمتي كتولي حتى المده، مثلا هذا خصو يدي، حيت لاحظتوا البنات هنايا، بلاتي نوريكم هذه ما فيهاش تيكون واحد المثلث نورمالمون في كل حاجه كيكون واحد المثلث. هذاك تيقول لك الا حليتيه كدوز واحد المده خصك تلوحيه، ما خصكش تكملي واخا تكون لا داج ديالو باقه. هذا راه غادي يبقى ها هي تيكون، بلاتي ندير لكم هكا. ها هي هاد البواطه هادي الشا قال لك 6 mois كيتلاح. دابا هاد البرودوي هادو واخا نحلو، واخا هو باقي حتى 2024، واخا نحلو انا دوز 6 mois خاصني نلوحو صافي. يعني مورا ما كتحليه خاص دوز 6 mois تلوحيه، ماشي تبقاي كتستعمليه. كما قلت لكم هذا لو جيل، اي هذا حتى هو لو جيل، وهذا حتى هو جيل. هادو جوج ديال ميستيلا، لازم نحضر شويه النور باش يبان لكم. هذا الاخوة، هادو بجوج ديال ميستيلا، وهذا ديال الكلوغان. صراحة هذا ديال الكلوغان حتى هو التكستور ديالو تقيلة على هذا خفيفة التكستور ديالو، وحتى هما نفس البارفان. انا كيجوني نفس البارفان، بارفان تبابي، كيعتمدو على الزهر، على واحد الريحة زوينة ديال ما عرفتش صراحة. المهم هي ديال الفلوغ، ولكن بالضبط نعتها لكم انا كتجيني ريحه بابي. هذا هو الاولى اللي كنت خديت هذا لو جيل هذا. من بعد ما خديتش هذا، من بعد خديت هذا. اوكي كنت كنستعملهم بجوج، هما كنت ديرهم فواحد القرعه بحال هذيك كنستعملها. انا غديت كنستعمل حتى هذا صراحه، حتى هما زوينين، ما كاينش فرق ما بيناتهم، غير بالنسبه لابو ديال بابي، هذه ما كتوافقوش هذه كتوافقوا. صراحه كلهم كانوا كيوافقوا لي انا البابي. راه كما قلت لكم، هذا كاين هاد الكلوغان، كاين هاد الحجم، وكاين هاد الحجم هذا ديال الجل. هذا كتستعمليه حتى تستعمليه للدات ديالو، كتستعمل الشعر ديالو. صراحه ما كاين حتى شي فرق ما بين هذا وهذا. ما هذا فاش كان البابي كان ناشف ليه شعره بزاف، وكان واحد بقيت شفت ليه لابو، نشف ليه شحال من حاجه، كنت ضروري خاصني انايا شي حاجه باش نبقى نغسل ليه، باش نضغطي ليه وجهه، نضغطي ليه اللحم ديالو. من بعد فاش مشيت كنسول لقيت هذا ديال البوسيش، وهو باش زوين سون بارابين سون. ها هما نيت فين مكتوبين شوهم، صراحه زوين بزاف. هذا مني بديت كنستعمل هذا صافي تنازلت على هادشي كامل، وليت كنقول احسن حاجه هو هذا. واخا كتغسلي البيبي كتبقى لابو ديالو رطبه، بلا ما كدير ليها حليب كتبقى لابو ديالو رطبه. وهذا من الاحسن البنات، من الاحسن في الصيف تستعملوا هذا. شي الشتوى في الشتوى ماشي مشكل تستعملوا داكشي الاخر، ما في الصيف ضروري تستعملوا هذا، زوين كيساعد البشره ما تنشفش البيبي. والله انا النصيحه ديالي من هادو كاملين، هذا زوين ماشي ما زوينش، وهذا حتى هو زوين ماشي ما زوينش، ولكن هذا رائع، تيخلي لابو زوينه، لابو رطبه، الشعيره طيب، كلشي زوين. هادو هما اللي نقدر نقول لكم. هضرنا على الجيل. واحد الحاجه البنات اللي عجبتني انا في كلوغان، اللي بزاف 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 عجبتني، هو ان البيبي ما كاينش نهار ما كتقدريش تغسلي ليه، خصك تمسحي ليه مزيان، خصك
حنا شحال هادي كنا كنمسحوا بالحليب، يعني كنشوفوا حليب نديروه في قطيين وكنمسحوا البابي. كلوغان ما دايراش هادشي، كلوغان دايره واحد الماء ديال النيتوايون الصراحه زوين، نفعني بزاف. هذه القرعه الثانيه اللي كنستعمل البابي، هي دي تقربات ساعه. شوفوا هذه كنمسح ليه به وجهه، كنمسح ليه به تحت بيطانو، كنمسح ليه به بزاف د الحوايج اللي ما نقدرش نغسلهم كنمسحهم به حتى وديناتو. الصراحه زوين هذا، وحتى الاستعمال ديالو ساهل، كديري قطينه، بغيتي نجبد لكم كديري قطينه، انا عندي هنايا القطينات هادو، تديري قطينه بحال هكا وكترشي انت كتوركي على هادي وكيخرج ليك هاد هاد الليكيد هذا ديال هنايا، هو على شكل ما ولكن راه كيمسح زوين، انا عجبني هذا. هذا قلت لكم هي ثاني مره كنستعمله وما كاينش كاع في ميستر، لا انا ما لقيتوش، ما عرفتش واش انا ما عارفاش، الله اعلم. المهم انا سولت ما كاينش، الوغ هذا اللي كنستعمل وكنعاودو. وكيف ما قلت لكم هذاك المثلث، داك البواطه اللي تيكون فيها، ها هي هذه فيها، حتى هي فيها سيمور. ردوا البال البنات بزاف لهاد المرحله هذه، لهاد الحاجه هذه، انكم اي حاجه خديتوها واخا تكون باقا لاضت حتى في الماكياج ديالكم حتى في اي حاجه، راه كتكون هنا واحد البواطه، واحد البواطه كيكون شاد زعما بحال ولا، يعني فاش تفتحي هذا نهار تفتحيه كدوز سيمو خاص كيتلوحيه واخا يكون لاضت ديالو باقا. المهم هاد القضيه تيردو منها البال. هنا كما قلت لكم الحاجه ما كايناش. وبالنسبه لهذا اللون ديال كنقول لهم، انا كنحسب ليا في الاول شي ريحه ولا شي حاجه، المهم هي ريحه بارفيمي، ولكن هي زعما كديروا هالباب كيبقى فيهم ريحه زوينه، ماشي بارفان ولكن فيها حتى هي ريحه زوينه، ما عرفتش واش هما كاتبين عليها او فريش بارفيمي، هادشي اللي كاتبين عليها. كاينه ديال كلوغان وكاينه ديال ميستيلا، انا اللي عجبتني بزاف هي ديال ميستيلا. والله ديال ميستيلا كتبقى واخا كديري، واخا زعما قرعه صغيره وكلشي، ولكن تتبقى هذه. هذه حتى هي القرعه الثانيه، هذه قرعه وحده اللي خديت ها نتوما باقي فيها. الفرق بيناتهم ان هذه كبيره على الاخرى، هذه فيها 200 مليلتر وهذه فيها 500 مليلتر، هادو الفرق بيناتهم، ولكن هذه زوينه كتبقى وهذه ما تبقاش بزاف. وهذه واحد الشيطه كنوطي هذه تاع ديال ميستيلا، صح عندي من هذه بزاف. البنات اللي باقين حاملات وباقي ما عندهمش هاد الشيطات هادو، الا كانت في مراكش وبغاتهم سهله، انا عندي اما ربعه ديال البنات، ربعه ديال البنات نعطيهم هادو، الا بغاوهم يكتبوا لي في لي كومونتير نتواصل معاهم ان شاء الله نعطيهم هادو. هاد المشيطات ديال لابابي، والصراحه البنات غادي نقول لكم واحد الحاجه كنديرها بها، فانا البابي ما بقيتش كنشط ليه كاع شعروب، هادي ديالتو اشنو كنستعملها، ديالتو رائعه تغسلي بها الوجه، رائعه معرقين طبين زوينين، رائعه بزاف تغسلي بها الوجه، والله زوينه. يعني انتي فاش تستعمليها لبابي فاش تستعمليها غسلها مزيان في عصا الوجه تستعمل الوجه، والله زوينه بزاف. ايوا البرودوي اللي قلت لكم البنات اللي زوين عجبني انا بزاف صراحة، هذا كنت كنغسل به انا وجهي، وفاش سمعت ان كيغسلوا به اللبابي عشي ابهرني شغل، هذاك زوين 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 بزاف، هو ديال غوش بوزي صراحه رائع بزاف. تغسلي به، انا صراحه ما كنغسلش به دابا، كنقول خصني نحيد ليه هادشي عاد باش من بعد غادي نبقى نغسل ليه ما بين هذا وهذا، صراحه هذا ما غنستغناش عليه حيت زوين زوين، هاد غتجربوه حتى لعيوسكم نتوما غيعجبكم، والله زوين بزاف البنات. المهم هادو جوج ديال لي مارك، بجوجهم زوينين، كاينين حوايج الفرق بيناتهم كاين، قلت لكم انا الفرق اللي بيناتهم، صافي ما بقاش عندي صراحه ما نقول لكم. المهم انا قلت غادي ضروري نصور معكم حيت كاينين هنا شي حوايج اللي خواو وانا خاصني نلوحهم، وكنقول لا خاصني حتى نصور مع الناس عاد باش نلوحهم. المهم نتمنى انني نكون كنت خفيفه عليكم، نتمنى انني نكون كنت وصلت لكم هذه المعلومات، واخا شحال هذه ما درتش فيديو وما بقيتش عارفه نهضر وما بقيتش عارفه نشرح، وسمحوا لي بزاف. الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله غادي يكون على الطياب ديال لبابي، صراحة تجربة جربتها
جربتها، بغيت الناس او البنيوتات اللي بحالي اللي غيولدوا ما عارفينش يتعاملوا مع داك الطياب، نعطيهم نصائح صراحه اللي انا جربت مع ولدي وكانت تجربه رائعه 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 بزاف. وغادي نقول لكم البنات باي باي، فيديو جاي ان شاء الله.